هذا هو إفطار عائلة بن عياش بقسنطينة وسط هذه الأجواء الباردة داخل خيمة نصبتها بعد أن احترق منزلها بكل ما فيه إثر شرارة كهربائية عشية حلول شهر رمضان. عدة سطات البيت اللي منه ولات الكوزينة مد إلى إتلاف حاجة ما قعدت القشلين نلبسوا الخزاين الفريجيدار الكوزينيار. جينا نفتحوا الباب هذه لقينا النار في البيت هذه شويه جاوا الجيران طفاوها صايي قلنا راحت مع الوقت والزوج كان ما كانش كان خارج البيت شويه دخلت الاولاد للبيت نلقى المطرح شعل الكونتور شعل ما قدرش نطفيه. العائلة المتكونة من 6 أفراد شاءت الأقدار أن تلتف حول هذه الوجبة الباردة وفي عز شهر الرحمة التي استثناها هذه السنة لتلجأ اليوم العائلة لوضع خيمة من مادة البلاستيك لعلها تجد أذانا صاغية من المسؤولين. أنت تشوف فيها الأمطار قاعدة تصب كون جيتنا البارح والله غير مع كتان يسيح علينا اليوم شوية نيلو وما مدير الحالة كي يجي المطر رانا ندرقونا هنا المرطفل وحنا رانا نديباني ومولاها ربي حتى يفرج رب العالمين هاك والله. وان شاء الله كما نقولوا يشوفوا الحاله تاعنا ويعاودوا لي البيت تاعي كما نقولوا يخليوني لمت والله ولادي توحشتهم. أمام هذا الوضع السيء وجهت العائلة نداء للمحسنين والقائمين على الشأن المحلي قصد إيجاد ملجأ لها ينسيها هذه المعاناة.